صافي دخل دخل. برافو برافو برافو. حنا دابا حسبوا ليكم بان حنا خاسرين ثلاثة خاصنا نتعبوا ونربحوا ونحتفظوا على السبكة ديالنا. وراه شوف داكشي اللي بغيت راه مازال ما كاينش. داكشي اللي بغيت مازال ما كاين. واخا نرجعوا كنقربوا لعندهم باش اللي كترجعوا الكرة بغيت كنشدوهم. ما بداش نرجعوا للرز. الكرة ما بقيتش ما بقيتش باقي يلعبوا لي بالكاري 18 متر ديالي نلعبوا عندهم عندهم اللعب. حيد عليا داك اللعب لا جيبها اللور عمي قميق حل ادفيرسير. انت غادي دير هكاك ملي كتلقى ادفيرسير كله راجع اللور راجعين اللور صافي سادين كتجيب الكره كتلعبها باش تحلهم هما ديجا خارجين عندك وباقي كتشد لي الكره تلعبها لي عندك اسن حتى ادفيرسير حتى كيرجع كلشي للور عاد ديك الساعه تجيب الكره غير راجعين اللور دابا غادي تجيبوا الكره لعندكم لعبوها عندكم باش تحلوهم والحمد لله راه ما درتو النتيجه خايبه درتو جوج تعادلات الماتشات الاولانيين تسرعتوا كان الماتشات ديالكم راه احسن في احسن كيب اللي هي كاينه في الدوري دابا حاليا هذا الشيء كلشي راه هما نتوما انا نقولها لكم انا ديري ولكن الباقي خاصنا الخدمه المهم كنشكركم ولدي على الاداء ديالكم واخا عودت عليكم شويه وهذا المهم برافو الدراري برافو طول الموند ديما
الديما حسنيه 3 فوا هاني ما تقلقوش انا بالنسبه لي انا راه نتيجه يلا هاني فيف حسا 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 يلا واتفقا واتفقا بسم الله الرحمن الرحيم. جينا من اكادير عازمين باش نربحوا هذا الدوري تاع كاس العرش تاع المغرب اللي اسستها الجامعه الملكيه المغرب. جينا عازمين باش نمشيو للدومي فينال. الماتش الاول ما تعادلنا مع الوداد، دازت مقابله زوينه، ما زقنا بزاف تاع البيوتا. المهم الماتش الثاني لعبنا مع التيرا ما لعبوش معنا كره. المهم سالا الماتش بزيرو زيرو. الماتش الثالث اللي كتشوفوا دابا لعبنا مع الكوكب، ربحنا بستال زيرو، ولكن ما صعبناش الحظ مع الوداد والكوكب ربحات. الوداد ربحات الكوكب ودازت الوداد. وكنشكروا الإدارة التقنية تاع حسنية أكادير، إن شاء الله كنقولوا للجمهور حسنية أكادير غنعوضوا لهم هاد المقابلات في كاع المباريات الجاية، وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. دابا كنتواجدوا بملحق الملعب الكبير ديال مراكش، من اللي ان اللجنه يعني الاداره التقنيه التابعه للجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم اللي نظمت واحد الدوري ديال الفئات الصغار من اجل الهدف الاول هو تشجيع هذه الفئه اللي هي مستقبل الكره المغربيه ان شاء الله، وكذلك بتنقيب اللاعبين اللي يمكن غادي يدخلوا يعني يعزوا المنتخبات الوطنيه للفئات العمريه. وحنا كنادي حسنية أكادير كنا يعني تواجدنا بمدينة مراكش يوم الجمعة، ودخلنا في غمارة البطولة هذه في المجموعة اللي كتكون أقوى مجموعة اللي كتواجد يعني أقوى مجموعة نظري تواجد ثلاثة أندية في القسم الوطني الاحترافي اللي هما الوداد البيضاوي وحسنية أكادير والكوكب المراكشي وفريق أولمبيك التشيرة من القسم الوطني الثاني. والمقابلات مرت في أحسن ظروف، وبان يعني اللاعبين ديالنا يعني الفئات الصغرى بينوا الحنكه ديالهم وبين الكفاءه ديالهم، والحمد لله. ساقول من هذا المنبر للجنه التقنيه التابعه لحسنية أكادير لا خوف على فريق حسنية أكادير. والنتائج على الشكل التالي: المقابله الاولى يعني اجرينا المقابله الاولى مع ضد الفريق الوداد البيضاوي، وانتهت المقابله بالتعادل هدف لميتلي. ثم المقابله الثانيه في نفس اليوم يعني يوم السبت، المقابله الثانيه التي وزيت على الساعه 7 مع فريق اولمبيك تشيرا، وانتهت بالتعادل 0 لميتلي. ثم اليوم اجرينا مقابله اخيره ضد النادي الكوكب المراكشي، وانتصرت صغار حسنية أكادير ب5-0 لنكون في الاخير الرتبه الثانيه، وكان الحظ لفريق الوداد البيضاوي الذي انتصر في المقابله الاخيره ضد اولمبيك تشيرا. ولهذا مره اخرى اقول للجنه التقنيه التابعه لنادي حسنية أكادير لا خوف على حسنية أكادير، هناك طاقات شابه واعده، واتمنى ان شاء الله الرحمن الرحيم يعني اعطاء فرصه لهذا الشباب، واتمنى من مكونات نادي حسنية أكادير انهم يضموا هذه الفئات هادو، لان ان شاء الله هي مستقبل حسنية أكادير. وساقول لكم هذه ليس مفاجاه بل متمنياتي، ان حسنية أكادير ان شاء الله ان باش تحصل البطوله الوطنيه بجيل جديد مع اطور تقنيه لنادي حسنية أكادير. وفي الاخير اود ان نرفع قبه الاحترام والتقدير لمجموعه المكونات داخل نادي حسنية أكادير اللي ساهموا من قارب ومن بعيد بانجاح هذا الدوري، واخص بالذكر على راسهم رئيس نادي حسنية أكادير السي الحبيب سيدي نو، الذي اعطى الدعم المعنوي والمادي واعطى فرصه وقام بواجبه تجاه هذه الفئات الصغرى. ولما ينادى المنبر مره ثانيه اشكر السي الحبيب سيدي نو رئيس نادي حسنية أكادير، لاننا اليوم في حله جديده في حسنية أكادير.